السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم وسام جيمز حبابي. ومثل ما عودتكم كل شيء جديد على البلاي ستيشن والألعاب البلس لكل شهر راح أكون وياكم متواصل. تحياتي لكل الحبايب، مشكورين على لايكاتكم ودعمكم للقناة. واليوم وياكم ألعاب البلس لهذا الشهر، ومثل ما تعرفون بايو شوك ذا كولكشن من شركة 2K، شركة معروفة طبعا، وهي قصة من شركة روسية، لعبة بلادي بيها شوية خيال، نوع من الخيال والدم، واللي لاعب الجزء اللي قبله أو الجزء اللي بعده راح يتمتع بهذا الجزء حبايبي. لعبة طبعا حلوة أعتقد، لأن بيها جرافيك في شيء خيالي مثل ما دا أشوف. أما نجي للعبة الجاية The Sims 4 بيبي. سيمس 4 طبعا هي شنو؟ يعني عبارة عن الحياة الواقعية، تقدر تبني بيتك وتبني علاقة حب وتسوي بيت وتلعب اونلاين وتسوي شقتك وتعيش يعني تسوي حياتك اليومية، عبارة عن العاب هنا وبيها مهمات ورقص، ومثل ما تشوفون اتمنى لكم رقص ممتع ولا على ممتع. خلينا نروح هسه للشيء الثالث، هو لعبة على الفي ار. اللي عنده في ار راح يتمتع بهاي اللعبة، لان لعبة مجانية هذا الشهر، هي The Firewall Zero Hour من شركة سوني. 360 درجة تقدر تشوف اربع اشخاص تيمين راح يكونون، لعبة اونلاين هي بس بالفي ار. ثلاث العاب لهذا الشهر، الشهر فبراير. وتحياتي لكل الحبايب، ومشكورين على لايكاتكم ودعمكم للقناة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو ثاني. مع ألف سلامة، فلافل يا ولد.